ما الحكمة في من عدم ذكر الأعمام والأخوال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية؟ لا، ما هو في حاجة اسمها المناظرة والإلحاق، يعني تناظر الكلام اللي قدامك وبعدين تلحق به. زي ايه؟ ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالنبي قال ولا بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، فإن ذلك أقطع للرحم. تناظر وإلحاق. فكذلك هنا بيقول أو آبائهن، خلاص دخل الأجداد والأعمام بالنص. أو أخواتهن أو بني أخواتهن، طب ما هو ما هي بقت عمته، يبقى العم كذلك معاها، وهكذا. فده بيسموه المناظرة والإلحاق.